صباح الخير. صباح النور. استاذه شاهين ده مش كده؟ حضرتك؟ ايه عايز ايه؟ حضرتك ايه؟ استاذ ايه؟ مهاب. تمام. اهلا وسهلا. اهلا بيك. سلمتي ماما؟ بس ما بتكلمش. انت بتقولي خطيبي اول ما ركبتي. اقول لك مهاب، فقلت عادي. بتعرفيني بيه يعني؟ في حاجه؟ لا، حضرتك اللي قلتي خطيبي اول ما ركبتي، انا ما اتكلمتش. انا استغربت يعني، اللي هو ايه صباح الخير خطيبي، فاللي هو يعني احداث قوي يعني. ايوه في حاجه يعني، فمتعودين يعني. لا لا خالص، بس بقى تمام ماشي. بس كنت حابه اعلق يعني. تمام، شكرا شكرا. لا الحاجات اللي هنجيبها ايه؟ مخطوبين عن حب بقى؟ ايه؟ مخطوبين عن حب؟ يخصك في حاجه يعني؟ بندردش مع بعض، السكه لسه طويله من هنا مصر الجديده ياما يعني. عن حب؟ عن حب. ما شاء الله ما شاء الله. انت متجوزه؟ لا. ولا مخطوبه؟ لا. كان في مشروع باظ. عن حب بقى ولا صالونات؟ طبعا قعدنا نحب بعض فتره طويله قوي. ما حصلش نصيب ليه؟ دلوقتي سابني، مع اني قعدت اسبوعين بحالهم بحب فيه. اسبوعين كتير صح؟ سيبي نفسك ليه كده؟ بجد كتير، انا حاسه فعلا اني جيت على نفسي قوي. بقى لي 3 سنين زهقت منه تقريبا. لا لا لا، بس انا حاسه انه يعرف مهاب. هو مين؟ بتشبهي عليه يعني؟ اصل الاكس بتاعي كان اسمه ايهاب، فانا حاسه انه اخوك. فانت بتاخدي تقريبا بالايهاب مهاب كده يعني؟ نفس الوزن والقافيه. ايهاب مهاب. شبهك قوي، نفس الشعر، نفس التفاصيل. ما عنديش اخوات. ما عندكش اخوات؟ ما عنديش. لا امال ايه؟ وحيد. وحيد ازاي؟ انا هنا. ايه؟ نعم. سوري. هي بتتقال كده يعني؟ سوري مش قصدي. افيه وكده. ماشي. وبعدين انتوا برضه سايبيني في وحده، طب ما تيجي تقعد جنبي او يعني تعالي تعالي انت اي حاجه يعني. انت مش شايفه طيب ولا ايه؟ ايه؟ مش شايفه؟ لا، الرموش بجد نازله على عيني، ستاير. السلام عليك حبيبتي. بجد مش طبيعي. ايه؟ بصي في الطريق شويه. انت بتقولي الف سلام عليك يا مهاب؟ ما سمعتش. بقول لك الف سلام عليك. الله يسلمك. ميرسي. خلاص خلاص تمام، خلاص خليكي في طريقك واحنا تمام يعني. هو انا مش قادره اركز اصلا في الطريق، مشتته جدا. مش قادره تركزي ان شاء الله. مشتته شويه، بس افتكرت حاجات كده. من ايه؟ ده احكي لنا، احنا بقينا اهل خلاص بجد. في ايه؟ اصل انا بقول لك مهاب وايهاب، فاهمه؟ بقول لك شبه الاكس. هو شبه الاكس. يعني افتكرته. ده اللي قعدتي معايا اسبوعين. بجد كانت مده. خلاص خلاص. طب خليكي في اسمك ايه؟ خليكي قصدي في السواقه. اسمي فاطمه. لا خلاص خليكي في السواقه. انت ما سالتنيش ليه عندي كام سنه؟ طيب المفروض بنتكلم. معرفش، انا بقول لك اسمك ايه. خلاص انت عندك كام سنه؟ انت مالك؟ بنعرف. طيب طب ما خلاص، ما تخليكي في الزفت في الطريق. انت شكلك يدي 25 26. انت مالك يا ماما؟ يعني في ماتش يا حبيبتي؟ انت مالك؟ خلاص يا شاهين ده، خلاص يا جماعه، في ايه؟ خلاص خليكي في طريقك واحنا خلينا في اللي بنعمله. شاهين ده الفاظ عيب، اكيد ماما ما بيحبش كده. بجد ما سمعتيش ده قبل كده؟ لا خالص. الفاظ حرام. سبت عليا. سبت عليكي؟ سبت عليا. بس واضح ما سبتيش على مهاب. بجد دي الفاظ ما ينفعش اسمعها. انت مالك؟ الشخص الكيوت الرقيق ده. كيوت مين؟ انت مالك؟ كيوت رقيق. خليكي. هو ده طول عليا ده ايدك؟ لا. انت ايدك دي اتحطت عليا؟ انا ايدي المره الجايه اتحط في حته مش هتعجبك. انا ما اسمحلكيش. لا انا اسمحلي عادي. لا عيب. لا انا اسمحلي. لا عيب بجد. خلاص خلاص. بس مستفزه قوي. اكيد هو كان فاكر انك متربيه. فاطمه خلاص يا فاطمه. حاضر يا مهاب. خلاص بقى. وايه اللي خلاص يا فاطمه؟ ما خلاص طبعا. لا خلاص يعني هنعمل ايه؟ وايه اللي خلاص يا فاطمه؟ خلاص يا اسطى. انا جدي كده من خلاص. تمام. انا ست تعرف تكبر قوي للراجل بتاعها، فهسكت. يلا يا حبيبتي. الراجل بتاعها؟ يلا يا حبيبتي بس يلا. انا بعرف احترم الراجل. بصي قدامك بس الاول. بعرف احترمه. بصي قدامك بس. بعرف اديله الايمج. بصي قدامك. بصي قدامك. انت ايديك طويله. بصي قدامك. بجد ايدك طويله صعبه. لا مش طويله، ده انت في حاجات كتيره قوي طويله، فبصي قدامك. حاجات كتيره طويله ازاي؟ ايه ده؟ مستفز قوي. اطول من كده؟ ايه تقصدي بايه طويله دي؟ عايزه افهم بجد ايه تاني طويل فيكي؟ طب ماشي. طب بقول لك ايه؟ خلاص خلاص. ابعد كده. طيب. طب خلاص خلاص. حش عني يا مهاب بجد. دي فولجر بجد. مين دي اللي خلاص بقول لك ايه؟ على جنب على جنب. شعبيتها. خلاص بس. على جنب؟ على جنب. انا كده زهقت مني. ما تتلمي. الله. خلاص بس بقى. ما تهمليش كمان. بتركزي في ايه؟ مش طبيعيه بجد. بتركزي في حاجات عبيطه قوي بجد. ايوه بتتري من نفسك. بجد مش طبيعيه. انت بتركزي في حاجات عبيطه قوي. في ايه؟ ما خلاص هينزل على جنب. قول لها تهدى. على جنب. بقول لك ايه؟ خلاص يا شاهين ده. في ايه؟
بعدين انت كمان ما تضحكينيش بقى. خلاص بقى خلاص بقى بقول هننزل دلوقتي. ما هي بتستحق حاجات افضل من كده. على فكره ايدك بجد انت غسل ايدك لما بتحطيها عليا اصلا. خلاص انت عبيطه بتركزي مركزه انت. خلاص اتخانقي معاها وانا هفضل ساكت. ما تحطيش نفسك لغايه اخر ما تنزلينا هنا. انا بجد الالفاظ دي مش قادره اسمعها يا مهاب بجد. حبيبتي هو ده شعرك؟ اه شعري مالي. خلاص بقى ماله ايه؟ الفواتح؟ موضة بموت في الفواتح. بموت في الفواتح والله بموت في الفواتح يا وحيد. اه يا مهاب. اه ايه ده بطه؟ خد بقى خلي بالك من شعري يا مهاب. نتفتك ولا ايه؟ خلي بالك رجعتي وزه. خلي بالك من شعري يا مهاب. خلي بالك من شعري. يا بطه ده ايه ده؟ قلت لك خلي بالك من شعري يا مهاب. بتحطيها الصبح بس؟ لا انا كده كده جاهزه بس اصلا شعري احلى من بروكا. احلى ايه بس؟ احلى بكتير. يا ستي خلاص بتخني في ايه؟ بصي الو بتتكلمي في ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه فاطمه؟ اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ مأذون عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. هاي يا استاذه فاطمه انا ورايا زيجات كتير وانت معطلاني. لا لا خلاص بس هو ينفع الشاهد يبقى ست ولا لازم راجل؟ لا لازم راجل. خلاص هتصرف. المهم عموما مش مشكله الشهود عندي. هو لو قال زوقتوكي نفسي يبقى خلاص صح؟ اه يوم الشهود عندي ما تقلقيش. انت بس المهم معاكي ولا لا؟ ستي وصليها بقى خلينا نوصل. خلاص ماشي باي باي. اسمه ايه؟ اسمه مهاب. مهاب؟ مهاب طب يلا خليه يقول ورايا. صعبيطه؟ يلا استاذ مهاب قول ورايا. يقول وراك ايه؟ يقول وراك ايه؟ في ايه؟ في ايه يا شاهين؟ يقول وراك ايه؟ يقول ايه؟ هبله؟ احنا بينا لينك انا لقيت نفسي. يقول ايه؟ يقول ايه؟ ما تسكت بسال. هيقول ايه؟ ايه؟ يقول وراك ايه؟ اقفلي يا حبيبتي كده. يقول ايه؟ في ايه؟ انت برجر قوي. اقفلي بس. انت برجر موت. بس. هو بيقول ايه؟ طب ما سمعتش. ايه ده 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 سمي ايه ده؟ لا الفلان ده الفلان ده نيويوركر ده. انا طايقك بالعقل. ابعد كده. خلاص. مستفز. يلا طب انزلي. انا هغلى عنك. ظروف داهيه. خدي بس ايه؟ انت برجر. ايه الهرق؟ انت برجر. مفيش ادب، مفيش اخلاق، مفيش ذوق. عارفه لو في تربيه مش تعملي كده. ايه؟ يا برجر انا مش خايفه منك على فكره. يا عم بطه امشي بقى بلا بطه بلا ما تدلعنيش قدامها يا مهاب. العواد بنهزر 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 بنهزر. في بنهزر بنهزر بنهزر. انت مستفز. ما انت شايفه ثلاث كاميرات اهي. اهم 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 اهو. خلاص خلاص اهدي اهدي اهدي. 70 كاميرا ظهروا لكم مصممه تكملي في المود ليه؟ انت مستفز بصراحه. استهدي بالله استهدي بالله. اهم بنهزر بنهزر. مش هزار ده خالص يا جماعه. مين بقى اللي بيكلمك في التليفون ده؟ تبعنا بشوي. يعني انت شغلك ايه؟ انا بكلمك في التليفون. انت شمالك. ايوه انت شمالك. بكلم واحد صاحبي يا ستي. انت شمالك. ده انت خطباني. هو ايه اللي بتقوليه ده؟ تعالي بس تجرتيني وتعبتيني وانا صحتي على قدي والله. يعني انا مش زعلانه. بصي هنا قولي مش زعلانه منك يا فطوم. مش زعلانه منك يا بطوط. وموافقه نزيع. يبقى نقي بقى يا مهاب نقي المره. يا بنتي فاطمه؟ اه ما شاء الله. ازيك؟ الحمد لله. ثانيه عليكم السلام. سعيده ان فيها بنات. ميرسي. دعاء مش كده؟ اه حضرتك؟ نعم. اسم حضرتك؟ خير يعني. بسأل عادي في ايه؟ الابلكيشن باسمي على فكرة. خلاص مش مشكلة يعني كنا بندردش. لا أبو اسمي بقى. اسمي أبو بكر. اه اوكي أنا مسعد. احنا رايحين شبرا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. ورب بسرعة بالله عليك مستعجل. أنت داخل مش إيه ده؟ معلش. لا لا في بكورة مش كده؟ نعم؟ بكورة. الحمد لله فريش يعني صباح الخير. صباح الخير. لا بعد إذنك لا لا لا. في إيه؟ هو مش صاحبك ولا قاعد معاكي في بيتك عشان تقولي يا بكور؟ لا هو مش صاحبي بس كان شبه صاحبي. ولو يعني ازاي؟ لا انت اتنهدتيلي بدري وانا مش اسكتي. انا اسكت؟ انا اسكت؟ انا ما قلتيش كلام. انا بتكلم. هو حتى لو قال لك انت اسكتي هتعملي ايه يعني؟ هسكت. طب لازم اسمع كلامك. صدمك بقى وسوق بسرعه من عشان انا قلت لك نركب تاكسي على فكره. قلت لي لا اكبر. انا غلطان عشان عايز اريحك. مبسوطه جدا فعلا والله ان انت تستاهل. حاجه غريبه جدا يعني ليه يعني؟ وكده كويس جدا عشان نمشي بسرعه يعني. انت ليه طب اجحامي كده؟ مالك؟ معلش اصل ولد ثلاث مرات قبل كده. اه متعوده بقى. الدنيا سريعه يعني.
اوكي طب ايه دي بس ما تعصبيش بسرعه كده. لا يا حبيبتي من كتر اكيد بتصوتي طول الوقت بقى لا وبالك لما تصوتي زيي ليه كده يا دودو؟ لا عايز ده امي الاولاد كده برضو بتقعد بعدين انت بتفكريني ليه بالماضي القديم؟ انا دلوقتي متضايقه عشان الاكس باي 7 الحمد لله الحمد لله. ليه لازم يسيبني؟ ايه دعاء كده فيه؟ امرايا امرايا انا خساره فيه مش كده؟ اه ميرسي حبيبه قلبي ربنا يخليك يا رب. انا برضو قلت ان الستات لبعضيها طبعا خساره في الدنيا ايه؟ لا 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 مفيش حاجه مفيش حاجه. انت متضايق ليه بالكوره مالك؟ تعالى كده يا قلبي عشان مش عايزاه بس تعالى كده شويه عشان مش عايزاها بس تقعد تبص عليك كتير عشان هي ما شاء الله مركزه معاك. تركزي لا 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 هو بس علشان شنبه لون شعري بصي نعم لو حطيتي كده هتلاقي نفس الدرجه والله. على فكره انت شعرك ابيض كده ورمادي ايه ده ايه ده؟ لا ده موضه انت عارفه عشان يوصل للدرجه دي بيفتحوا قوي 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 ايوه بفواتح وانا بموت في الفواتح. هو انت سواقه ولا بس بتعملي فواتح والكلام ده وتدلعي الرجاله اللي بتركب معاكي مع ستات؟ لا مش كل الرجاله بس انا قلت لك ان هو شبه الاكس خلاص وانا عجينه بالله عليك علاقتي بالاكس لا انا مالي لاخر اما نشوف اخرتها بس انا بس بالله عليك خلينا نخلص عشان نوصل عشان نشوف بس اللي ورانا. انت قلقان من ايه عمال تقول لي ما قلقان من ايه انا عايز اشوف اللي ورانا بتاعها وانت عمال تقول لي عايزين بس خالص مش عايزين نعرف الحوار. بصي انا الاكس بتاعي ده العلاقه طولت جدا وانا اتاثرت قوي لما سابني عشان قعدنا اسبوعين بنحب بعض اسبوعين هو بقى ولا ايه اسبوعين دي مده طويله لا مش بكر لا مش بكر بس هو يعني ايوش بالله عليكي يلا بسرعه عشان انا مستعجله. طب ما هو انا بسرعه اهو انا مالي مش طريق ما هو يا بسرعه يا تنزلينا نركب تاكسي انزلك. طب ماشي انزلك حياتي هنزل انا وهو مش انا بس الراجل ما قالش حاجه. انت هو ايه هو ايه انت بتتكلمي ازاي انت عايز تنزل يا بابا؟ نعم لا اجيبه يقعد مكاني. لا مش قصدي لا مش قصدك يا نحنوحه. انا نحنوحه شايف كده برضه يا بابا حبيبتي بالله عليك انا خليني امسكك اتعفرت عليكي دلوقتي مش خلي والله الحاجات دي والله بالارض عندي مالكيش دعوه ببكر يا ناقصه ولا مالكيش دعوه ببكر انا اللي طالبه الاوردر ومالكيش دعوه بيه. هو اللي رد عليا استغفر الله هو لو ما كانش رد عليا كان زماني بتكلم على الهوا استغفر الله العظيم يا رب. بكر قول لها حاجه قول لها تهدى مالكيش دعوه بيه. ايه وانت تعرفيني عشان انت اللي مضايقاني كده؟ ايه انا قلت لك يا بكر ما قلتلكش يا بكور. لا ما تنداليش كده خالص ولا بكر ولا غيره اقعدي ساكته بقى. انت مش ممكن مندفعه قوي مالكيش دعوه بيه. ماليش دعوه بيه ازاي؟ مالكيش دعوه بيه. هو ايه كتبوا عليه دعاء؟ كتبوا عليه دعاء يا حبيبتي كتبوا عليه بعزمه الجواز. ايه ده؟ ماشي ما هو الراجل من حق اربعه بس. لا مالكيش دعوه بقى اربعه ثلاثه اثنين مالكيش دعوه. عايز تتجوزي؟ ده تشكيل مش هو في فلوس اقعدي ساكته. مالكش دعوه بفلوس يا بكر انت بس اشر. بكورة اشهر اشهر صغيرة حبيبتي اسكتي وبصي قدامي مروشة رسمي والله انت عملت مروشة رسمي وعمال تدالي في الكلام والله مروشة وهي تقول شبه الاكس بتاعي وانت مش مصدقة ومش عارف لا مش مصدقة واسبوعين وانت بقالك اسبوعين اصلا كنت مسافر. نعم نعم مجنون انا بتكلم ايدك طويلة. لا انت مش فيش حاجة انت متعرفيها متعرفهاش خالص ايه ده بكر انت بتخاف منها تعمل لك حاجة ولا ايه؟ لما بتعملي زي الفل بس سنه طويله فعلا يا شريسه سنه طويله. ودي انت مالك بيه انت مالك بيه بقول لك ايه مش خايفه على نفسك ايه؟ بصي قدامي طب شعري بصي قدامي شعري ده مش تحضر بصي قدامي ده مش اسلوب طب بصي قدامي طب ده مش اسلوب راقي طب اسكتي بقى هي سنه طويله فعلا اسكتي انت تستحق واحده غير دي يا بنتي ما تخلينيش اتعفرط عليكي شعري استغفر الله العظيم يا رب. انزلي لي بره العربيه انا اوريكي بقى شعرك ولبسك عربيتي بكره مهددك ممكن تنزلين احسن عليك ولا مهدده ولا عامله نزلينا لو سمحتي النبي لا 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 يا حبيبتي فيديوهات ايه بتاعتي انا وهو دي قبيحه لا قبيحه لا قبيحه انت اللي بتعرفيها مش انا. لا والله ما اعرفش حاجه هو اللي واضح ان هو مقفوش دي مشكله. لا اله الا الله ايه منمره ركزي اوكي خلاص ماشي يلا حبيبتي ركزي في الطريق. انت ضربتيني؟ ضربتك ازاي؟ طب المره الجايه هجيبك من شعرك في قلب العربيه وانزلك. يعني يرضيك يا بكر يعني يرضيك هي ملهاش كاسر تاني يرضي انت مالكيش كاسر؟ انت بتستفزي عشان هو بتستفزي عشان هو يتكلم معايا؟ ده جوزي. انا ما قلتش كده. ده جوزي. انا ما قلتش كده. طب بقول لك ايه رضا بقول لك ايه عايز تضربيها لما ننزل بقى رضبيها دلوقتي ممكن نخبط في حاجه ونعمل حاجه ونتعور. خايفه عليا؟ احنا خايفين على نفسنا. ميرسي يا بكر شكرا بقول لك مشاعر كويسه. ركدنا معانا مجنونه ولا ايه؟ بقول لك مشاعر حلوه. صبر يا رب. مشاعر حلوه؟
لساني طويل انا ايه وايدي اطول انت بتطلع ايديك طويله والمفروض هو يلمك بقول لك ايه شد الدركشن ده كده شد الدركشن بايدك وانت المفروض تكبري له ده جوه هاتي بس دركشن كده انت بتقومي الدنيا بطلي تقويم هاتي الدركشن طيب انا ممكن اعلمك طب نزلي لو سمحت انا ممكن اعلمك ازاي تعمل كده خلاص اهي هتتلهي رب يلا ايوه ايوه الحمد لله ايه انا جاهز انت معطلاني انا عندي 6000 جنيه غيرك طب يلا يلا انا كمان جاهزه انت جاهزه اه معاكي خلاص الراجل اي اسمه ايه اسمه بكر نعم راجل مين اللي معاك نعم انت مجنونه يا بنتي ولا ايه ينفع تشهد على عقد على عقد واحده ست ولا لازم راجل انت عبيطه انت اقفي هنا اقفي انا هنزل انا وهو بلد ده انا دخلت شوتيك هجيب قول ورايا قول ورايا ايه قول اقفي هنا قول زوجك اقفي هنا يا نهار اسود لا لا اسكت انت بقى اسكت انت هي عايزه تتجاب من شعرها دلوقتي يا بنتي اقفي هنا ايدي اقفي هنا ونزليني اقفي هنا ونزليني ده اسلوب غير حضاري ده اسلوب غير حضاري اقفي هنا ونزليني ده اسلوب غير ايه ده ايه ده ايه ده ايدك ايدك غسله ايدك ده بنحطيها عليا ايه انضف منك بصي بصي ايدك يا ماما بصي دي بصي رموشي مصروف عليها رموشي اه صناعية بصي الرموش الطبيعية بس صارفة 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 ومكلفة نزليني ايه؟ انا عايز تتجوز جوزي مش لاقي رجالة في الدنيا جاية تتجوز جوزي بس يا بنت الله يهديكي بقى انتي مجنونة؟ انا مش هخليك اتكلم معاكي انا هوريك انا هعمل معاكي ايه؟ يعني ايه توريني انتي تهدديني ولا ايه؟ اقفي على جنب اقف على جنب يعني اوفي على جنب طب هقف على جنب انت فاكره اللي خايفه منك يعني اوفي على جنب وسعوا كده انا هقف على جنب الست اللي فاكره اني مرعوبه منها مرعوبه اه مرعوبه فاكراني مرعوبه يعني ايه ايه المأذون معايا العريس على فكره ستات مش لاقيه رجاله هو قال لي قال معايا بس مش والله ايوه انا واثقه فيه واثقه اه واثقه فيه انت واثقه في نفسك يا بنتي انتي يقول لك صناعي في صناعي اول ما لقيتي راجل معايا قمر 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 ده شعري صناعي ده ولا ايه؟ لا ده شعري شعري مش باين وده ايه ده صناعي؟ والله مجنون نفخه شفايفك ونفخه خدودك وايه؟ والله العظيم ما عملتش حاجه لسه بس ناويه ناويه؟ اه عايز تتجوزك ده سحرها اتجوز ايه يا ناصر؟ هو بيتجوز مره بيتجوز اتنين انا قلت لك يا بكر ما تشيلش هم الفلوس تقولي يا ناصر يعني قصدك ايه؟ شوفي انت بقى قصدك ايه؟ خلاص يعني انا مش ماليه عينك يعني ولا ايه؟ لا ماليه يا ماليه امال ايه هي ناقصه دي؟ ماليه بدل ما تديها قلمين على وشها وتقول لها مين عريس مين اللي انت عايزاه ده؟ انت مجنونه هضرب واحده مجنونه اصلا انت تطلع واحده يقول عليكي مجنونه ايه؟ مش يقول عليكي مجنونه على قلبي زي العسل وقفي بقى عشان عايزه انزل اهو انزلي يلا بس الف سلامه انت بتشتري؟ انت ليه ما قلتش 60 ده انا هكتب فيك كومنت دلوقتي يلا استنى انت يا بكر استنى يا بكر استنى فين استنى فين بقول لي استنى فين استنى فين طب يستنى معانا استنى فين معاكي استنى معايا طب اقول لك ايه خليني في العربيه مجنونه يا ايه اللي سيبيها لا لا حبيبي مش خايفه منها بقول لك استنى انت يا بكر بس انا خايف مفيش راجل بيتكلم مراد الموبايل ضاع الموبايل وقع الكلام ده كان زمان حبيبي جاي ده بكر ده زي اخويا الكبير انت هي دعيت لا لا انت استفزتيني والله عرفتني عريس 500 مره معلش يا استاذ بكر احنا كنا بنهزر خلاص مش حاجه وانا شايفه ان هو فعلا باين قوي ده هزار يعني تتخيل نقلب على بعض ينفع وتقول لي ازيك لا انت ما تقولش انا اللي اقول ضاع من السيطره مدام عائشة سلام أستاذ علي علي اسمك حلو يا أستاذ علي ربنا يكرمك يا منظور واسمك كمان يا قوة أحلى أنا رأيي كده برضه أنا مش مختلفة معاكي في الموضوع بصراحة ميرسي 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 يا قمر ميرسي جدا أنت أخته؟ مخطوبين؟ ميرسي شكرا حبيبتي ربنا يخليكي بجد مش عارفه اقول لك ايه شكرا شكرا ربنا يخليكي انت موافقه على الراي ده يا علي؟
طبعا. اسمح لي اقول لك يا علي يعني من غير تكليف، ولا اقول لك يا استاذ علي؟ ده تفضل. لا ميرسي، شكرا ميرسي. انت بتقول يا علي رزقك يا بابا حبيبي. ما تفتكريش حاجه، بس بجد هو شبه الاكس بتاعي، الشخص اللي كنت مرتبطه بيه. ارتبطت بيه مده بجد طويله كانت عليا وحبيته، وبعد كده سيبنا بعض. هو شبهه قوي، ارتبطت بيه اسبوعين بحاله. قدرتي المده الطويله دي؟ شفتي، شفتي ان انا بفايت من جوايا؟ لا المده طويله، مده طويله جدا بجد. انا كام سنه اول؟ وهو بعدين بقى برده كان عنده شعر جري كده زي لولو، اوكي، فانا صبغت شعري بقى. ايه رايك ان بجد شعري نفس درجه شعرك؟ مش واخد بالك يا لولو؟ فظيع. ايه رايك يا لولو؟ لولو بجد مش كده؟ ما يغلاش عليك والله. عمر والله اتفضلوا حبيبتي. لا حقيقي عمر، انت ممكن تاخدي مني خصله وتصبغي شعرك نفس الدرجه عشان يحبها. بجد عجبتك انت كمان؟ ميرسي خالص يا شوشو. والله يا قمر ميرسي. هو حلو قوي. هو لولو. ايوه هو لولو. انت ما طلبتش انت الاوردر من تليفونك، فانا مش معايا الرقم، مش معايا تليفون. لا كفايه، انا هديك الرقم حبيبتي، انت اتصلي ومالكيش دعوه. طب لا اكتبي لي رقم وتعرفي. لا وليه رقم كفايه؟ صدقيني هوصلك. ما انا هحتاجك في ايه يا شوشو؟ انا حاسه. اوكي طيب خلاص. انا حاسه ان انتي تمام ومتسامحه وكده جدا، وواضح ان انتي ساتسفايد يعني. فظيعه يعني. انتي ما عندكيش مشكله لو علي اتجوز عليكي صح؟ انا اللي جوزي امرايا، اما تبقى انا معقوله؟ مش ممكن بجد على التوافق. انا دورتي بالجمال ده. ابوسك ابوسك. حبيبتي حبيبتي. ايه يا لولو قلبي؟ بس لولو انا مش هكلفك حاجه، انا عندي فلوسي تمام وعندي بيتي. والله انت جميله خالص. طب وانا هاخد شك؟ لا ماليش دعوه بقى، مالي ومالك. ما انا هتشاركيني يا قلبي. خلاص انت لو قعدتي معانا في البيت بقى تخدمينا، عشان مش هيبقى معايا فلوس بقى اجيب حد يخدمنا. تصوري فكره بكام الشهر؟ لا من غير حاجه هناكلك بلقمتي. طب ما انا عايشه معاك يعني. انت عايشه معاه بلقمتك وجايه على لقمتي انا وتقولي لي مش عارف ايه؟ ايوه ما هي بتفرق بقى يا حبيبي. يعني ايه بتفرق؟ لقمته احلى من لقمتي؟ ما كلها لقم. عشان ابقى خدامك اللي جايبينك مثلا. اللي جايبين انا؟ اللي جايبين انا. نفسك ايه؟ هاي ايه؟ انت فاكره نفسك ايه؟ هاي ايه؟ بس بلا بس بلانينا قصدك؟ يا ابراهيم يا ابراهيم اقعد اتخطى بقى. اقعد يا علي، اقعد يا علي، اقعد يا لولو. هي شكلها بتوحش. اللي جايبينك؟ ايوه ايوه هي شكلها ايه؟ خدمتي اللي جايبينك يا ماما ولا انت فاكره نفسك ايه؟ لا خدمت انا لوحدي. يا علي امشي. يا علي يا علي انت عايزه ايه؟ لا بلا اقعد ساكت يا لولو يا اخويا. يا ادرس ابعد عن وشي. انزل انزل يا علي يا عم. وسع يا عم، وسع يا عم، وسع بس يا عم، وسع. خد البركه انا مش عايزاها، خليها لك. اتفضل يا احنا بنهزر. محدش هياخد علي منك، محدش يقدر يعمل كده، محدش يقدر. هو متمسك بيكي، متمسك بيكي يا عائشه، متمسك بيكي. انتي مش خدامه اللي جايبيني ولا حاجه. تعالي تعالي نهزر معاكي. ايه يا عيشه خلقك ضيق قوي. ضيق ايه ده؟ انا كبرت عليكي. بصي هنا بصي هنا بصي هنا. كبرت عليكي. انت مش زعلان مني يا لولو مش كده؟ لا 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 بشعه. بس مش زعلانه خلاص. لا 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 استهدي بالله، استهدي بالله. عصبتيني. استهدي بالله يا عيشه، استهدي بالله. بهزر معاكي. لا عصبتيني. خلاص معلش مش هعصبك تاني، مش هعمل الغلطه الوحشه دي. بصي هنا قولي مش زعلانه منك يا فطوم. لا زعلانه منك يا فطوم. لا 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 يا عيوشه ما تقوليش كده. بصي هنا مش زعلانه منك يا فطوم. مش زعلانه منك يا فطوم. حبيبي قولي موافقه نذيع. لا موافقه. شاكرين يا لولو. اتفضل يا لولو.